السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله راح نحاول نمر مرور سريع نشرح الأسئلة الموجودة ضمن المحاضرة اللي أخذتوها، طبعا هي بالاعتماد على محاضرات جامعة بغداد. نجي على السؤال الأول اللي هو To what type of diuretics chlorthalidone belongs؟ وهل هو عند shorter or longer duration of other thiazide؟ بداية الكلورثالidone نسميه thiazide related، يعني هو بالكيميكال ستراكشر يختلف ولكن have similar effect للثيازيد ديوريتيك. الميزة الأساسية البي إنه هو have longer duration of action، ولذلك ممكن نعطيه بين يوم ويوم في بعض الحالات. أشهر اسم تجاري أدنى هو الهايغريتون. طبعا أتمنى من كل طالب يطبع المحاضرة ويخلي يعني ورقة وقلم ويسجل ملاحظات، راح أعطيك مجموعة معلومات إضافية فوق المعلومات المذكورة يعني ضمن الأسئلة والأجوبة، يعني حتكون مطلوب مطالبين بها يعني بالامتحانات، وأيضا إن شاء الله تكون مفيدة لكم بالحياة العملية مستقبلا. طبعا من التداخلات اللي جدا مهمة اللي ممكن تحصل بين يعني الثيازيد والثيازيد ريليتد دايوريتكس هي اللي تحصل لنا مع النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. تمام، يجي يشتكي المريض بدي يصير عنده يعني دا ياخذ المدرر بس بدي ينزل عنده الضغط، فبالحالة نسأل إذا كان عنده recent use of non-steroidal anti-inflammatory drugs ممكن يكون هو السبب اللي دا يمنع الأكشن. نجي على السؤال الثاني اللي هو What is the target blood pressure for patient with hypertension؟ نجي guidelines لمعظم patients هو 130/80. طبعا تقدرون ترجعون للمحاضرة دكتور كاظم، أكو جدول يوضح لكم يعني حسب الحالة المرضية ايش قد المفروض يكون التارجت بلد بريشر، بس هو موستلي لمعظم المرضى راح يكون 130/80. هسه نجي على السؤال جدا مهم اللي هو What is the optimum time of the day morning or night for administration of diuretics، يعني بصورة عامة. طبعا احنا بالنسبة لنا يعني حتى نضمن يصير compliance للمريض وadherence للميديكي يعني للتريتمنت لازم يكون convenient استخدام العلاج. فهنا نيجي ايديالي اذا كان العلاج ينطي مره واحده باليوم فحنفضل اعطائه مورنينج حتى يعني يكون معظم الايفكت مالته منتهي بالليل، واذا كان مرتين باليوم فنعطي مورنينج اند افترنون حتى نقلل النوكتشورنال دايوريسيس. زين هاي اذا ياخذها متاخر معناها كل شويه بالليل يقعد يصير عنده ادرار. لكن بصوره عامه الكرونيك يوز اوف ثيازيدز بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس والألدوستيرون أنتاغونست rarely cause a pronounced diuresis، يعني خلينا نقول هذا الفعالية مال هاي الدايوريتكس يعني الدايوريسيس يصير القوي هو فقط في بداية الاستعمال، يعني بمرور الوقت حيكون في شيء بسيط، يعني ما حيكون كل شيء أثر على حياة المريض مثل ما يحدث باللوب دايوريتكس. نجي على السؤال الرابع، شنو هي السايد إفكت للثيازيد واللوب دايوريتكس على السيرم بوتاسيوم جلوكوز يوريك اسيد والليبيدز؟ وهل من الممكن استخدام الثيازيد والريليتد دايوريتكس بالبيشنت اللي عندهم سيفير رينال امبيرمنت؟ يجي بدايه على الثيازيد دايوريتكس الهاير دوزز يسوي لي مور مارك تشينجز بالبلازما بوتاسيوم صوديوم يوريك اسيد جلوكوز اند ليبيدز. لان نشوف عندنا الهايبر يوريسيميا هايبوكاليميا ممكن يصير عندي، Thiazides and related diuretics can exacerbate diabetes، يعني ممكن حتى تزيد الدايابيتس سوءا. بينما نجي على loop diuretics أيضا ممكن يسوي لي exacerbation للدايابيتس، لكن الهايبرغلايسيميا تكون أقل من الثيازيد diuretics. وطبعا من الممكن أن يسوي لي exacerbation للجاوت وأيضا يسوي لي الهايبوكاليميا، نقص كبير في البوتاسيوم. طبعا الثيازيد ريليتد دايوريتكس هي ان افكتيف، ما راح يكون بها فعاليه اذا كان الاستيميتد جي اف ار اقل من 30 مل بير مينيت، وبالتالي شود بي افويدد باستثناء الميتالوزون هو الثيازيد العفو يعني اللي هو الوحيد من هاي المجموعه اللي ممكن استخدامه. طبعا بعد 6 اشهر هذا المريض اللي ياخذ العلاج صار عنده تايب 2 دايابيتس ميليتس، بالتالي الفيزيشن قرر انه يحوله من الهايغروتون الى الانديبامايد.
مرة باليوم. بس شنو الفكرة من هذا الاختيار؟ ليش انطاه المريض؟ الليزيبامايد والانديبامايد are chemically related to clotalidone، يعني تشبه بالفعالية، لكن انديبامايد هو claimed انه يقلل لي البلد بريشر بدون ما يسوي لي يعني او يعني بتأثير على الميتابوليك ديستربنس اقل، وبالتالي يسوي لي less aggravation than diabetes mellitus. نال الشفون ناتراليكس يعني هذا البراند اللي متوفر عندنا بالعراق حيكون بديل للعلاج. ملاحظة أخيرة تخص الفيزات والفيزات related diuretics، أنه من أهم خلينا نقول الأعراض أعراضها الجانبية أنه هي تسوي لي هايبوكاليميا. بالمقابل عندنا أدوية أخرى اللي هي مثل الـ AC inhibitors والأرابس، هاي ممكن تسوي لي هايبركاليميا. فلذلك مثلا الكومبينيشن اللي تشوفوه هواية بالصيدليات مثلا كودايوفان كو ابروفل اتاكاند بلس وغيرها، حيكون احنا هنا نضرب عصفورين بحجر، همين راح نزيد فعالية يعني هاي الادوية يعني سينرجيتك افكت انه تقلل لي الضغط، وبنفس الوقت انا عندي دواء يزيد البوتاسيوم ودواء يقلل البوتاسيوم، فبالتالي ححاول اسوي بالانس واقلل من تاثير كل دواء على يعني على الاخر بجسم الشخص اللي يستخدمهم. او مثل ما قلنا سابقا خلينا نقول من ضمن الكونسلنج تيبس من يجي المريض اعلمه على هذا العلاج، انه اقول له هذا العلاج حيساعدك انه على علاج مثلا ضغط الدم، او مثلا اذا كان المريض عنده اديمة نقول له هاي على مود عندك يعني انتفاخ صاير حتى يساعدك انه يقلل الانتفاخ. ومثل ما قلنا قبل شويه انه ممكن يسوي لي تداخل مع النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، وكون مثلا الايبوبروفين هو او تي سي وياخذ المريض يعني بدون ما يرجع يستشير الطبيب او الصيدلاني، فمن الضروري ننبه المريض اللي يستخدم الهاي دايرتكس انه نقول له انه الايبوبروفين وغيره ممكن يقلل فعالية المدرر، وبالتالي خلينا نقول يرجع الضغط يرتفع او ترجع الاديمة، فلازم يبلغ الطبيب او الصيدلاني قبل ما يستخدمه. نرجع النقطة الثانية، من نجي على المونيتورينج احنا ندور على شغلتين باي علاج، مونيتورينج للإفكاسي ومونيتورينج للسيفتي. من نجي على الإفكاسي نتكلم عنها، هنا عندنا البلد بريشر كنترول او الأديمة الكنترول مالتها، هذا خلينا نقول الشيء الان اشوفه بعيني. بينما نجي على السيفتي هنا ندور على الالكترولايت كونسنتريشن، وهذا طبعا خلينا نقول حسب نصيحة الطبيب وحسب الريسك مال البيشنت انه صار عنده مشاكل من عندها. خلينا نقول هي المونيتورينج للسيفتي مال ميديكيشن. ننتقل الى السؤال السادس، توش تايب اوف دايرتكس فيروسيمايد بلونجز، هو جماعه اللوب دايرتكس. With which of the following IV fluids you can mix furosemide injections؟ خبطة ويا صوديوم كلورايد أو ثم نسميه بالعامية المغذي المالح أو الحلو أو glucose solution. هنا العلاقة بالcompatibility IV fluid compatibility يعني يصير خبطة أو لا. طبعا هنا according to the BNF هو لازم نحطه بالصوديوم كلورايد normal saline، والPH لازم فوق الـ 5.5. طبعا بالجلوكوز سوليوشن يعني هتكون incompatible فما يصير أخبط وياه. هذا عندنا سؤال مهم، does the hypokalemia هتكون greater with thiazide or with loop diuretic؟ طبعا loop diuretic احنا نعرف انه كلش هيكون مدرر قوي، هيفقد الشخص سوائل كثيرة، لكن عادة يكون مفعولها لمدة قصيرة. بينما تذكرون من حكينا على thiazide و thiazide related diuretics قلنا الكلوثاليدون ممكن بين يوم ويوم أنطي لأن كلش لونج ديوريشن اوف اكشن. لذلك لما نيجي نحكي على ريسك اوف هايبوكاليميا حتكون معتمدة على شغلتين، الديوريشن اوف اكشن وكذلك البوتنسي، ولذلك هي حتكون greater with thiazide than with an equipotent dose of loop diuretics. ليش؟ لأن الثيازايد حيبقى for longer duration of action ولذلك حيخليني أفقد بوتاسيوم لمدة أطول. السؤال رقم 9، إذا النيرس سوت administration للفيروسيمايد rapidly what side effect can occur due to this rapid administration؟ هنا نسميه auditory side effect اللي هو عادة يكون more common with intravenous administration والرينال impairment.
شنو نقصد بالاوديتوري سايد افكت؟ يعني نقصد بها الاوتو. طبعا احنا ما نريد ندخل بتفاصيل فارما هوايه، بس فكره بسيطه. هي الميكانيزم مال اللوب دايرتكس تشتغل على فد كو ترانسبورتر موجود باللوب اوف هنلي بالكدني، اللي هو بوتاسيوم الصوديوم بوتاسيوم كلورايد كو ترانسبورتر. هذا الترانسبورتر نفسه او اكو شيء شبيه به سيميلر كو ترانسبورتر موجود بالانر اير، يعني بالاذن الوسطى. فلذلك الهاي دوز ممكن يعني حتاثر عليه، فلذلك ممكن يسوي لي الاوتو توكسيسيتي والتانيتس او الطنين في الاذن. طبعا اذا حبينا نحكي على السايد افكت، يعني على الالكترولايت الموجوده بالدم بصوره عامه، اللوب دايرتكس تقريبا ما يبقي شغله ما ينزلها، يقلل لي الصوديوم البوتاسيوم الكلورايد، زيد الاكسكريشن بالمغنيسيوم الكالسيوم هيدروجين ايونز. عندي شغله واحده ممكن يزيدها، اللي هي يسوي انهبيشن لليوريك اسيد اكسكريشن، وبالتالي اذا صار يعني كان استخدامه كرونيك فممكن يسوي لي او اكزاسربيت الجاوت. ملاحظة جدا مهمة، هاي خلينا نقول تتبع الثيازايدز واللوب دايرتكس، بما انه هي تأثر لي على الالكترولايت بالدم، فلذلك الادوية خلينا نقول اللي ممكن تزيد التوكسيسيتي مالتها اذا صار عندي خربطة بالالكترولايت ممكن تتأثر او تزيد التوكسيسيتي مالتها اذا احنا ما نسوي الكترولايت مونيتورينج. على سبيل المثال مثلا استخدام الديجوكسين ممكن التوكسيسيتي مالتها تزيد، لان اذا صار هايبوكاليميا يزيد الافكت مالته. نفس الحاله ممكن يكون ليثيوم ممكن ياثر لي عليه يزيد التوكسيسيتي مالته لان حيقلل لي الاكسكريشن، وغيرها يعني من التداخلات الاخرى. فلذلك من المهم جدا يعني خلينا نقول ملاحظه رئيسيه انه نسوي الكترولايت مونيتورينج. طيب الان تو ويتش كلاس اوف دايرتكس سبيرونولاكتون بيلونجز and is it indicated for the above condition موجودة عندكم بالسؤال. طبعا هو ينتمي للالدوستيرون انتاغونست. سبيرونولاكتون is of value in the treatment of edema and ascites caused by cirrhosis of the liver. ان شاء الله اخذتوها بال heart failure او بال coronary artery disease، ان شاء الله تاخذوها دكتور كاظم. هو هنا يدخل يعني سبيرونولاكتون ضمن الجايد لاين مال التريتمنت، انه حتى يقلل لي الريموديلينج مال هارت اللي يصير. بس عنده خلينا نقول انديكيشنز اخرى، اللي هو علاج الاديمه والاسايتس تجمع السوائل بالبطن اللي يصير بالليفر سيروسز. طبعا هو من ضمن يعني ميجر كوزز اللي هو هايبر الدوسترونيزم اللي تصير بالليفر سيروسز، فلذلك هو يعاكسها. طبعا هنا نفت خلينا نقول كلينيكال تيب بما يخص هذا الموضوع، السبيرونولاكتون بسرعه ما هو بي ويك دايرتيك افكت، ويحتاج لعده ايام حتى يطلع الافكت مالته، يعني هاي في حال من نتكلم عن الاسايتس. فلذلك بالعاده منتج الوصفات يكتبون وياي اما لوب او ثيازايد دايرتيك، حتى خلينا نقول ايضا نضرب عصفورين بحجر، هم نقلل خساره البوتاسيوم، يعني واحد يحافظ على البوتاسيوم واحد يطلع البوتاسيوم، وايضا حنستخدم يعني مدرر اقوى يساعد السبيرونولاكتون بين ما ينطي الايفكت مالته اللي هو يعني انتي الالدوسترون انتاغونست. ملاحظه ثانيه من نجي نحكي على السبيرونولاكتون، هيدنا السبيرونولاكتون هو يحافظ لي على البوتاسيوم ما يخليه يطلع، فلذلك بريسك اوف هايبركاليميا. وبنفس الوقت عندنا ادويه ثانيه مثل الاي سي انهيبيتورز والاربز ايضا تسوي الهايبركاليميا. بس انا خلينا نقول اذا نجي نحسبها ككوشن وكذا مفروض ما نستخدمهم سوا، تمام، حتى نتجنب انه يصير عندي هايبركاليميا كلش عالي. لكن عندي بعض الحالات يعني مثلا الكورنري ارتري ديزيز او الهارت فيلير، يعني according to evidence based treatment انه احتاجهم ممكن اثنيناتهم بالتريتمنت حتى ابنى على الريموديلينج حتى اقلل المورتاليتي والموربيديتي وغيرها. فلذلك انا يعني ممكن استخدامه يكون justified in combination بهذه الحالات، لكن اول شغله لازم امتنع
عن اي بوتاسيوم سبلمنتيشن، لان بهالحاله حيصير عندي كلش يعني هايبر كاليميا، وبنفس الوقت لازم اسوي دائما مونيتورينج حتى اتاكد انه انا عندي البوتاسيوم بالليفل الطبيعي. هنا السؤال بصوره عامه، الالدوسترون انتاغونست نستخدمها افتر فود ليش؟ لسببين، الشغله الاولى حتى ازيد البايو افيلابيلتي، والشغله الثانيه انه حتى اقلل الجي اي تي ديستربنس. هنا شنو اهم سايد افكت من سايد افكتس مال سبيرولاكتون؟ هي اون بريست ان مين، هي الجاينيكوماستي او ظاهره التفدي عند الرجل، وكذلك ممكن يسوي لي الامبوتنس ايضا يسوي لي عند المياه. طبعا هذا الافكت بصورة عامة يكون بناين وريفيرسبل اذا قطع عن العلاج، ولكن يعني ممكن كلش يأثر على نفسية المريض من يستخدمه، ممكن يأثر على الكومبلاينس مالته. طبعا احنا عندنا بديل لهذا العلاج اللي هو الابليرينون بداله. هذا طبعا الابليرينون فرقه عن السبيرولاكتون انه هذا يكون سيلكتيف، بينما السبيرولاكتون نون سيلكتيف الدوسترون ريسبتور انتاغونست، ممكن يرتبط بالبروجسترون والاندروجين فلذلك يسبب لي هذا السايد افكت. لكن المشكله وين بالابليرينون؟ احنا فقط نقدر نستخدمه في الهارت فيلير، يعني بالسيروسز والاسايتس اللي تصير وياها ما نقدر نستخدم غير السبيرولاكتون. طبعا ايضا من الملاحظات المهمه اللي نتكلم بها السبيرولاكتون الستارتنج دوز، طبعا تختلف اختلاف كبير جدا بالانديكيشن احنا نستخدمه. فمثلا من نجي بالهارت فيلير نتكلم عن 25 ملي جرام كستارتنج دوز، بينما بالاسايتس ممكن الستارتنج دوز تكون 100 ملي جرام. فيعني هاي ايضا حتكون مختلفه الدوز حسب الانديكيشن، يعني مو نفس الستارتنج دوز بكل الحالات. الشغله الثانيه هنا بالنسبه لنا الافيكاسي والسيفتي، المونيتورنج مالته شلون راح يكون؟ بنجي على الافيكاسي، هنا ريدكشن بالاسايتس، تقلل الاديمه، يقلل البلد بريشر، ذني شغلات اللي ممكن نلاحظها. بينما نجي على السيفتي، هنا لازم نتابع الرينال فانكشن والسيرم بوتاسيوم. نجي على السؤال رقم 13، what is atenolol من ناحية selectivity و solubility and what advisory label should be given to patient taking atenolol and beta blockers in general. طبعا هو بالبداية water soluble, beta blockers and cardio selective أو beta 1 selective. طبعا اكو فيديو كلش حلو نزل البروفيسور دكتور محمد داخل، ان شاء الله خليكم اياه بالوصف مع الفيديو على اليوتيوب، يشرح بصورة عامة يعني شغلات تساعد انه تحفظون البيتا بلوكرز وشون تفرقون بين انواعها. فمن الشغلات الحلوة اللي قالها انه احنا عندنا بيتا 1 وبيتا 2 ريسبترز، حتى ما ننساها البيتا 1 بالقلب، احنا عندنا قلب واحد، البيتا 2 موجودة بالرئة واحنا عندنا رئتين، حتى لا تنسون هذا الترقيم. طبعا عندنا فد advisory label كلش مهم، انه don't stop taking this medicine unless your doctor tells you to stop. شو نقصد بهاي العبارة؟ يعني مثلا مريض تستخدم بيتا بلوكر صار له شهر شهرين او ثلاثة، خاصة اذا كانت طبعا الجرعة عالية، ما يصير قطعة يعني قطعة مفاجئة بدون ما يرجع للطبيب. كشرح بسيط للفكرة انه هذا العلاج هو بيتا بلوكر، يعني ده يقفل لي المستقبلات مال البيتا الموجودة بالهارت. فالهارت كردة فعل من عندش حيسوي؟ حيسوي لي up regulation للبيتا ريسبترز اللي موجودة على الهارت، فلذلك اذا انا قطعته مباشرة حيصير يعني عندي مستقبلات هواية والبلوكر ماكو، فلذلك حيكون يعني sympathetic activity كلش عالية، فبالتالي يصير عندي exacerbation للبلد بريشر او للهارت فيلير او غيره. فلذلك لازم يعني ننبه على مريض انه ما ينقطعه قبل ما يرجع للطبيب، جدا مهمة هاي الملاحظة. طيب after the use of tenormin the patient began to have a new complaint، بلش تصير عنده مشاكل ثانية، قام يصير عنده bradycardia cold extremities difficulties
in walking. طبعا هاي خلينا نقول classical side effects لل beta blockers. نادي يقول لي rationalize ليش صارت، وهل إذا حول المريض للبندولول أو الأوكسبرينولول ممكن يعدل لي هاي المشاكل أو لا أو ليش. طبعا هذه السايد إفكتس للبيتا بلوكرز يعني مثل ما قلنا سايد إفكت عامة، الأوكسبرينولول والبندولول بيها انترنسينك سيمباثوميميتك أكتيفيتي، هاي أيضا يعني مذكورة بالفيديو مع الدكتور محمد داخل إن شاء الله أخلي لكم إياه بالوصف. طبعا they tend to cause less bradycardia than other beta blockers، وبالتالي ممكن تسوي لي less coldness of extremities يعني تقلل لي شوية ال side effects. طبعا however doctor decided to stop tenormin واستخدم الكالسيوم channel blocker. أسألنا مثل ما حكينا قبل شوية شون حنوقف التينورمين، هنا يسموه treatment cessation avoid abrupt withdrawal، قلنا ممكن شي يسوي لي مشاكل especially إذا كان عندي ischemic heart disease لأن workload حيصير كلش عالي على الهارت بسبب الأبريجليشن للريسبترز. فهنا sudden cessation ممكن يسوي لي rebound worsening of myocardial ischemia، وبالتالي لازم يكون gradual reduction للدوز when beta blocker are to be stopped. وطبعا لهذا لما نجي نحكي على التابرينج حيكون يعني على عدة أيام أو ممكن عدة أسابيع إلى أن ينقطع نهائيا. هسا نيجي على مديكيشن ثاني جماعة البيتا بلوكر هو البروبرانولول من ناحية السلكتيفيتي والسوليبوليتي. قبل شوية حكينا على التينورمين أو الأتينولول كان ووتر سوليبول، هذا ليبيد سوليبول زائدا نون سلكتيف يعني يشتغل على البيتا 1 وكذلك على البيتا 2. هسا دا يسألني يقول لك knowing that the patient is intended for thyroidectomy what is the idea behind the use of Enderal in this condition. Enderal هو اللي هو البروبرانولول. طبعا البيتا بلوكر حيكون عندي فائدتين بها، نستخدمه بالبري اوبراتيف بريبريشن فور ثايرويدكتومي ليش؟ حتى ريفرس كلينيكال سيمبتومز اوف ثايروتوكسيكوسيس اللي حتصير بعد العمليه حيقلل لي اياها، والشغله الثانيه حيقلل لي الفاسكولاريتي اللي حول الثايرويد جلاند وبالتالي العمليه راح تكون اسهل عمليه جراحيه. طبعا ورا يوم من استخدام العلاج المريض ريبورتد انه قام يقعد بالليل اكثر من مره ليصير عنده نايت ميرز وكذلك الفتيك. ليش ده يصير هالشي؟ وهل اذا حولناه على النادولول هذا ممكن يقل يروح لهاي المشاكل وليش؟ طبعا البيتا بلوكرز قلنا اسوشيتد مع الفتيك والكولدنس اوف اكستريميتيز maybe less common with those with intrinsic sympathomatic activity. النادولول بي intrinsic sympathomatic activity فلذلك حيقللنا الفتيك. هاي ضربنا اول عصفورة. تبقى عندنا النايتميرز شنو وضعها؟ sleep disturbance with nightmare هذا ليش؟ احنا قلنا على البروبانولول هو lipid soluble، بما انه lipid soluble فبامكانه يعبر الى blood brain barrier فيمكن يدخل للدماغ فممكن يسبب لي هذا السايد افكت. فذلك استخدام النودولول اللي هو الووتر سوليبل حيكون less likely انه يدخل البرين وبالتالي ما راح يسوي لي هذا الديستربنس بالسليب والنايتمير، وبهالحاله ضربنا العصفور الثاني وقضينا على التو سايد افكتس بالتحويل العلاج. هسه انا سؤال could beta blocker safely be used in patient اللي عندهم history of asthma والبرونكوسبازم؟ قلنا الـ non-selective beta blocker ما راح تميز بين البيتا 1 الموجود بالهارت والبيتا 2 اللي موجود باللنجز وموجود بالأوعية الدموية، فلذلك هي حتكون مفروض كونترا انديكيتد بالأزمة، ما يصير نستخدمها لأنه هو أصلا عنده برونكوسبازم. إذا في حال اضطرينا أنه لازم نستخدمها فبالحالة لازم نستخدم السلكتيف يعني إذا كنا مجبورين ونحاول بنستخدم دوز قليلة من البيتا سلكتيف بيتا بلوكر، يعني بصورة عامة البيتا بلوكرز إذا زادت الدوز فممكن أيضا تفقد السلكتيفيتي مالتها. طبعا بالمرضى اللي عندهم COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease ممكن نستخدم البيتا بلوكرز لكن حنفضل السلكتيف أيضا. هسه شنو اللي احنا هسه حكينا قلنا استخدمناها بال
ثيرويدكتومي وثيروتوكسيكوسيس، وحكينا على الهارت فيلير واستخدامه. شنو عندي هنا استخدامات ثانية ممكن نستخدمها؟ من ضمن الاستخدامات هو الانكزايتي. الانكزايتي ممكن تكون مصاحبة لها أعراض مثل بالبيتيشن والتريمر والتاكيكارديا، وهاي كلها ممكن يقللها عندي البيتا بلوكرز. وطبعا لنفس هذه الأسباب استخدام البيتا بلوكرز بالمرضى اللي عندهم سكر ممكن حيخفي لي أعراض الهبوط مال السكر، لأنه هو حيروح للتريمر ويروح للبالبيتيشن. يعني هاي الأرلي ساينز إنه الشخص صار عنده هايبوغلايسيميا أيضا حيخفيها. فلذلك كمريض السكر يستخدم بيتا بلوكر لازم دائما يراقب سكره وينتبه لي الهايبوغلايسيميا، لأن البيتا بلوكر حتقلل هذا الشيء. عفوا هسه نرجع للموضوع مالتنا. من استخداماته أيضا الأخرى بروفيلاكسيس للمايغرين للشقيقة. عندنا البيتاكسولول والتيمولول ممكن نستخدمها كتوبيكال يوز بالتريتمنت اوف جلوكوما. ناو از ات ريكومندد تو يوز بيتا بلوكرز فور هارت فيلير؟ وشنو هي البيتا بلوكرز اللي احنا نستخدمها لهذا الانديكيشن؟ طبعا حاليا الجايد لاين شو يقول؟ اول بيشنت وذ ستيبل، اهم شيء عباره ستيبل سيستوليك هارت فيلير انليس ذي هاف كونترا انديكيشن، لازم ياخذون البيتا بلوكرز. احنا هنا ليش نقول ستيبل؟ لان اذا كان عند اكزاسربيشن وضعيه مالته مستيبل، فالبيتا بلوكر ممكن حيزيد الحاله سوءا، فلازم يصير ستيبلايزيشن للمريض. يلا نبلش بالبيتا بلوكرز ونبلش بجرعه قليله وشويه شويه نبدا نصعد بيها. طبعا ال FDA approved preparation اللي ممكن نستخدمها عندنا اول واحد اللي هو الاكستندد ريليس ميتوبرولول سكسينيت. طبعا هذا واجب عليكم، اللي شنو فرقه عن الميتوبرولول تارتاريت، تسوي لي مقارنه بيناتهم. والنوع الثاني عندي الكاربيدالول والبيزوبرولول، هذين ممكن نستخدمها في الهارت فيلير. هسه انا يجي سؤال ثاني، شنو الانيشال والماكسيمم دوز اوف كاربيدالول بالكونجستيف هارت فيلير وشون ممكن نوصل لها؟ طبعا بدايه احنا هسه ماخذين الكاربيدالول كمثال، نبلش بجرعة جدا قليلة 3.25 مرتين باليوم، وراها نزيدها 6.25 مرتين باليوم، وراها 12.5، وراها 25. ترى هاي شوف هنا الانترفلز of at least 2 weeks، يعني كل اسبوعين اضاعف الجرعة، يعني خلي على اقل من مهلي. هي القاعدة start low and go slow. إلى أن أصل إلى أعلى جرعة ممكن أنطيها هي 25 ميلي جرام مرتين باليوم. وإذا كان وزن الشخص يعني كبير أكثر من 85 كيلو جرام، ممكن أنطي إلى حد 50 ميلي جرام twice daily. نرجع لنفس الشغلة، في حال إذا الطبيب قرر أن المريض هذا الدواء بعد ما يحتاجه أو ما يفيده، أيضا لازم slow tapering حتى نمنع الريباوند congestion. تمام، هاي جدا مهمة الملاحظة، يعني نصعد بالجرعة على كيفنا وننزل بها أيضا على كيفنا في حال قرر الطبيب إيقاف العلاج. هسا احنا هنا نجي على الكارفدرول، ليش لازم ننطيه ويا الأكل بالهارت فيلير؟ ننطيه ويا الأكل حتى شنو؟ نقلل الريسك اوف هايبوتنشن. ليش؟ لأن الأكل حيقلل لي الامتصاص مالته. من قلت الامتصاص مالته بالتالي ايش حيصير؟ ما حيصير تركيزه عالي بالدم بسرعة، وبهالحالة حقلل أنا الريسك اوف هايبوتنشن. طبعا كملاحظة بعد ملاحظات أخيرة حول البيتا بلوكرز قبل ما نعبر عن موضوع الأسئلة الأخرى، أنه من السايد افكتس اللي ممكن تسببها البيتا بلوكرز اللي هو الامبوتنس، مثل ما تكلمنا قبل شوي عن سبيرونولاكتون، وهذا أيضا ممكن خلينا نقول سايد افكت يأثر على كواليتي اوف لايف مال المريض، وممكن يعني يكون من ضروري انه يتناقش بيها ويا المريض قبل ما يستخدم العلاج. نيجي نحكي على المونيتورينج. هسه انا قبل شويه من حكينا على الدوزز 3.25 و 6.25، عفوا 325 6.25 12.5 و25. مو شرط كل مريض يوصل لهاي الماكسيمم دوز يوصل لها. احنا هنا الجايد مالتنا حيكون بالادجستمنت مال تريتمنت،
هو ال patient symptoms، يعني مثلا ال chest pain اللي تيصير عنده أو ال heart rate، تمام؟ فبال ischemic heart disease مثلا إحنا نريد resting heart rate يكون بين 55 و60، يعني خلينا نقول المونيتورينج اللي إحنا نسويه حيحدد لنا الجرعة اللي حنثبت عليها. الآن نتكلم عن السؤال 24. Does AC inhibitors هي valuable بال congestive heart failure؟ وشنو هو ال usual starting dose والmaximum dose للcabtoprevir بالcongestive heart failure؟ طبعا ال AC inhibitors هي تعتبر first line options ومع البيتا بلوكر، بس هنا بالall grades، يعني صار عند exacerbation أو لا بلش فيه بالبداية of heart failure، وعادة ممكن ينطين combination with beta blockers، يعني كل واحد حتكون بميكانيزم تختلف عن الثاني بالtreatment. طبعا dose بالheart failure شوفوا initially بلش بستة وربع مع عشر ونص من 2 إلى 3 مرات باليوم، ممكن نزيدها شوية شوية إذا كان المريض يتحمل زيادة الجرعة، ممكن حتى إلى أن نوصل 150 ميليغرام ديلي in divided doses. طبعا أيضا زيادة الدوز حتكون gradually، والانتيرفلز حتكون على الأقل أسبوعين لكل زيادة، يعني مثل ما تكلمنا عن البيتا بلوكرز إنه start low and go slow. هسا what time of the day morning or bedtime the first dose of AC inhibitors احنا لازم ننطيها؟ طبعا ال AC inhibitors وكذلك ال ARBs بيها فت حالة تصير اللي هي نسميها first dose hypotension، يصير عند المريض عند استخدامه للجرعة الاولى، فلذلك احنا ننصح المريض انه اول جرعة ياخذها قبل النوم، وبعدها بالايام التالية خلينا نقول ممكن يرجع يستخدمها بالجدول الطبيعي. وطبعا ايضا من الملاحظات المهمه، يعني مثلا كان المريض يستخدم ثايزايد او لوب دايرتيك، يعني يستخدم مدرر، فهو اصلا عنده ريسك اوف هايبوتنشن، يعني قرر طبيب يبلش ويا اي سي انهبيتر، فممكن يعني خلينا نقول يكون الاختيار الانسب انه يلغي جرعه المدرر اللي حتكون موعدها يعني بموعد حبايه الاي سي انهبيترز او الارب، حتى اتجنب الهايبوتنشن اللي يصير باول دوز، ثم باليوم التالي ارجع استخدم العلاجات بطريقه طبيعيه. اذا حبينا نتكلم بالسؤال 26 عن السيفتي اوف اي سي انهبيترز بالبريجننسي، طبعا هذا ايضا يشمل الاربس نفس الحاله، فيناتهم شود بي افويدد ان بريجننسي، لان هم بحاله عامه تعتبر تيراتوجينيك ان بريجننسي. هسه هنا اذا تتذكرون بالمحاضره دكتور كاظم عقفد ادويه احنا نقدمها على ادويه حتى لو هي كانت كلها first line إذا كان عندي فتحالة صحية معينة عند المريض. ليش نعتبر الـ AC inhibitor والـ ARBs هي drug of choice بالـ hypertension والـ diabetic patient، أو بالأحرى ممكن الـ diabetic patient حتى لو كان normal tensive ممكن يستفاد من الـ AC inhibitors والـ ARBs. الفكرة من عندها أنه ذني الـ agents تسوي لي نفرو بروتكشن، يعني تقلل لي النفروباثي اللي تصير مصاحبة للديابيتيز. النفروباثي خلينا نقول يبلش ببروتين يوريا، وبعدها ممكن يوصل للرينال فيلير واند ستيج رينال فيلير، فالفكرة من عندهم انه حيقلل لي من هذا الريسك. هسه نجي على السؤال 28. 2 months later patient develops a persistent dry cough، صار عنده dry cough خلال يوم مستمر، ولذلك خلى عليه يعني صعوبة حتى انه ينام بالليل، فهنا هل تقترح بدل العلاج على الأربس إنه يكون alternative؟ وأعطي example. نحن اللي حيكون الجواب yes، لأنه unlike the AC inhibitors the Arabs do not inhibit the breakdown of bradykinin and other kinins، وبالتالي حيكون less likely to cause the persistent dry cough اللي هذا complicated treatment with AC inhibitors. طبعا هنا نحن هذا البرادكينين مو بس تأثيره على الكف، أو كف الدرير كونديشن أيضا ممكن تسبب من خلاله اللي هي الانجيو أديما. الانجيو أديما اللي هي عبارة عن هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، هيجين المريض ممكن مورم الوجه مورم اللسان، ممكن حتى يكون لايف ثريتنينج، بس خلينا نقول هي كلش رير هاي الحالة. أيضا احتمالية أنه تحصل مع الأي سي إنهبيتر أضعاف أنه احتماليتها أنه تحصل مع الأربز. كأمثلة عن الأربز خلينا نقول اللي تشوفوها أنتم صيدليات، الكاندي سرطان، أربي سرطان، لو سرطان، تلمي سرطان، والبال سرطان. طبعا خلينا نتكلم عن كم ملاحظة. الملاحظة الأولى احنا قلنا هو drug of choice بالبيشنت اللي عندهم diabetes حتى يقلل لي النفروباثي.
وحتى من ضمن المديكيشن اوف تشويس بالرينال فيلير حتى يقلل البروتينوريا والبروجنوسيس. لكن اكفت حالات حيكون عندي هو كونترا انديكيتد. من ضمن هاي الحالات اللي نسميها رينال ارتري ستينوسيس. هاي الحالة اذا المريض كان عنده رينال ارتري ستينوسيس فبالحالة حيكون كونترا انديكيتد اليوز مال ارمز وكذلك الاي سي انهبيترز. تكلمنا قبل شوية بالحمل اثنيناتهم المفروض كونترا انديكيتد. وطبعا من ضمن الدراج دراج انتر اكشنز المهمة مثل ما تكلمنا سابقا هي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. استخدام هذين العلاجين سويا حيزيد الريسك انه يصير عندي كدني انجري. فذلك لازم المريض ينتبه لهاي الشغلة ولازم ينتبه خاصة اذا مثلا طلب او تي سي ميديكيشن خلينا نقول من صيدلية ثانية وممكن ما ابو الصيدلية يسأل على هاي التفاصيل. هسه اذا اذا حبينا نحكي عن المونيتورينج مثل ما ذكرنا بالجروبات السابقة احنا ندور الافيكاسي وزائدا السيفتي. بالنسبة للافيكاسي نانا حنقول حسب الحالة اللي احنا منطين على مدى العلاج. فاذا مثلا كان عنده هارت فيلير نشوف ان البريثلسنس والاختناق حيخف عنده. اذا كان عنده هاي بلد بريشر حيشوف امبروفمنت بالهايبرتنشن. بالنسبة للسيفتي احنا حندور الالكترولايت والرينال فانكشن لازم نشيكها. فمثلا الكرياتينين كونسنتريشن لازم ما يزيد اكثر من 30%. الاستيميتد جي اف ار لازم يصير بها فول اكثر من 25%. البوتاسيوم كونسنتريشن لازم ما يعبر 6 مليمول حتى يكون الاستخدام العلاج سيف. هسه سؤال 29 حنرجع شوية على البيتا بلوكر. الانديكيشن اوف تيمولول كاي دروب والاسيتازولاميد اللي هو الكربونيك انهيدراس انهبيتر دايوريتيك ان ساتش بيشنت عنده جلوكوما. هو عندنا هنا التريتمنت اوف جلوكوما استخدامهم اثنيناتهم حيكون لهذه الحاله. نجي الان على السؤال الاخير. تو ويتش كلاس ساكيوبتريل بيلونجز وات از ذا انديكيشن اوف ذيس دراج. طبعا هذا من ضمن دراجز الجديدة البراند نيم مالت انترستو ويجي مع الفالسارتان. هذا يعتبر نيبراليسين انهبيتر. هذا يستخدم لعلاج هارت فيلير اللي هما عندهم ريديوست بالاجكشن فراكشن او اللي نسميه سيستوليك هارت فيلير. هذا ان شاء الله تاخذوه بالتفصيل في موضوع الهارت فيلير. اتمنى تنتبهون للملاحظات وتركزون عليها من تحضرون للامتحان. تمنياتي لكم بالموفقية. تحياتي.